رسم الضحكة على وجوه الأطفال هو الهدف من المهرجان الذي أقامته إدارة مؤسسة بصمة شباب سوريا في اللاذقية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أقل ما يمكن تقديمه تقديراً للشهداء هو رسم الضحكة على وجوه أطفالهم، وذلك كان الهدف من المهرجان الذي أقامته إدارة مؤسسة بصمة شباب سوريا في اللاذقية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعضاء المؤسسة أوضحوا أن فكرة المهرجان وفعالياته تقوم حول خدمة عوائل الشهداء صحياً واجتماعياً وثقافياً وتعليمياً ونفسياً من خلال مشاريع اختصاصية طويلة المدى. هاي الفعالية صارت بالتعاون مع المغتربين السوريين بالكويت، تم التواصل مع إدارتنا بالكويت وبالتعاون معهم كانت رعاية هاي الفعالية عبارة عن 750 حصة موزعة على إدارات البصمة، إدارة الدريكيش، القدموس، اللاذقية، الحفة، مصياف، صقيلبية، عين منين، وريف دمشق. يعني هي أبسط شيء نحن بنقدمه لأولاد الشهداء يلي ضحوا بحياتهم كرمال سوريا تبقى مرفوعة. فعالية بالعلم نبني وطنا، فعالية لتكريم ذوي الشهداء والجرحى. أنا أخ شهيد والله يرحمه ويرحم كل الشهداء. هالفعالية لرسم البسمة أطفال الشهداء. اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك جينا للعايد أسر الشهداء، أبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري، نقول لهم كل عام وأنتم بخير. بمناسبة قدوم المدارس حبينا نعمل لهم مسابقات ونكرمهم تكريم صغير. عدد من أسر الشهداء حضروا المهرجان الذي أقيم في حديقة العروبة وسط المدينة، والذي تضمن فعاليات تناسب الأعمار المختلفة للأطفال. كما وزعت الهدايا عليهم لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد. بدنا نحب بس نوصل يعني للكل إنه إسا في ناس شريفة وإسا في ناس بهم الوطن، ولو حاولوا يسرقوا كتير الفرحة اللي نحن هيدا جو سوريا من زمان. سوريا كان دائما عنوان الأمان والسلام والمحبة، وإن شاء الله بنحتفل بالنصر كلياتنا سوا. وشكرا كتير لبصمة شباب سوريا ولكل الفعاليات اللي بتقوم فيها. بدي أتشكر جمعية بصمة شباب سوريا على هاي الدعوة يلي تذكرت فيها أسر الشهداء، تذكرت أنه لازم أطفال الشهداء يعيدوا بهالعيد، وكانت بمثابة الأهل لهالأطفال الحلوين. وتنوعت الفقرات في المهرجان بين التسلية والعروض المسرحية والموسيقية، إضافة إلى الأنشطة الحرفية الأخرى من رسم وتلوين. القائمون على الاحتفالية أكدوا أن أسر الشهداء أمانة، وأن هذا أقل ما يمكن تقديمه لأسر الذين ضحوا بأرواحهم. فعالية وطنية تحت عنوان حمص المحبة والتعافي وتكريم 55 طفلا من أبناء الشهداء بمناسبة عيد الأضحى. تحت عنوان حمص المحبة والتعافي، فعالية وطنية في سوق القيصرية داخل المركز التجاري في حمص القديمة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمشاركة الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمهندس حسين عرنوس وزير الإسكان والأشغال العامة، والمهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية، وطلال البرازي محافظ حمص، وحشد كبير من الفعاليات الرسمية والإدارية والاقتصادية والدينية. رسالة كتير جميلة، رسالة المحبة، رسالة الألفة، رسالة عودة الحياة إلى قلب مدينة حمص من كل أبناء ومن كل أطيافهم. هذه الجمهرة الجميلة أصرينا لحنا في الحكومة أن نشارك فيها، لنقول أننا حكومة وشعب وقائد كلياتنا مصرين على النصر، مصرين على أن نعيد بناء سوريا بالمحبة. لاحظوا أنه هذا المركز هو قلب مدينة حمص، هذا تاريخ حمص، سيعود تاريخ حمص أشرق مما كان سابقا. كلياتنا معنيين بهذا الموضوع، سنقف لحنا في الحكومة إلى جانب كل الجهود الخيرة التي تعمل لإعادة قلب حمص ومدينة حمص وكل سوريا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وأفضل من ذلك. حمص تعود من جديد ببهجتها وأعيادها، وإن شاء الله الشيء بيعم على كل سوريا.
كما تم أداء أغاني وطنية ودينية وموشحات تراثية جسدت تراث محافظة حمص وثقافتها. نؤكد اليوم مرحلة التعافي في مدينة حمص وفي حافظة حمص بشكل عام، وبحضور كريم من القيادة ومن الحكومة ممثلة بالسادة الوزراء، أكدنا أيضا بأن مرحلة التعافي يجب أن تكون هي مرحلة فيها كل الوفاء لدماء الشهداء من خلال تكريم أبناء الشهداء الذين هم سيكونون الضمان للمستقبل، وهم سوف يكونون الحريصين على بناء سوريا الحديثة. اليوم بمشاركة واسعة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية، بمشاركة واسعة من أطياف المجتمع في محافظة حمص، كان احتفال العيد رسالة إلى كل العالم بأن سوريا ستبدأ من جديد مسيرة إعادة الأعمار. حمص المحبة، حمص السلام، حمص الأخوة، ولنقول لكل الناس أنه نحن رح نبني سوريا بإيدينا، ورح نرجع نبني حمص أجمل مما كانت بسواعد شبابنا وبسواعد أطفالنا وأولادنا. الفعالية تضمنت تكريم 55 طفلا من ذوي الشهداء تقديرا لتضحيات آبائهم ووفاء لذكراهم. الوزراء ومن معهم قاموا بجولة ميدانية في عدد من أسواق مدينة حمص القديمة، واطلعوا على ما تم إنجازه لإعادة ترميمها وتأهيلها، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على المعالم التاريخية والتراثية للمباني والأسواق التي يعاد تأهيلها. رسالة محبة وسلام، وتأكيدا على محافظة تعافت من الإرهاب بهمة أهلها الشرفاء ورجال الجيش العربي السوري. أجواء العيد في حلب هي ثقة بإنجازات الجيش العربي السوري الذي يعيد الأمن والأمان، وقريتا نبل والزهراء الصامدتان في وجه التنظيمات الإرهابية تتلقى قذائف الغدر، لأن الإرهاب لا يعرف البهجة والحب والفرح. رغم كل الدمار والتخريب الذي لقيته محافظة حلب نتيجة الأعمال الإرهابية، إلا أن أبناء المحافظة أصروا أن يعيشوا عيد الأضحى المبارك بكل تفاصيله. لليوم الثالث من العيد ما زال الأهالي في الشوارع وفي الساحات يتبادلون التهاني، وكلهم ثقة بإنجازات الجيش السوري الذي أعاد الأمن والأمان إلى جزء كبير من المحافظة. كل عام أنتم بخير جميعا، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وتنفك الأزمة بينا. كل عام أنتم بخير وسوريا بخير. كل عام أنتم بخير، وعيد الجاي إن شاء الله نكون منصورين، وأنا انصبت بالكليات وإن شاء الله بس أطيب خير وسلامة بنرجع أرض المعركة. الله يعيد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله والأمن والأمان، وقبل كل سنة وانتم سالمين إن شاء الله البلد ترجع مثل الأول وأفضل يا رب. كل عام وانت بخير، جايين نعيد ونفرح، وكتير حلو طلع الجو بالعيد أنا ورفقاتي. أنا عم بعيد مع رفقاتي وإن شاء الله بنخلص من الإرهابيين. كل عام وانتم بخير، إن شاء الله العيد على الأمة العربية بالخير والسلام، والله بحيي الجيش العربي السوري. كل عام وانتم بخير لسوريا وقائد سوريا وجيش سوريا، الجيش العربي السوري البطل حامي الحمى وحامي الديار اللي أعاد الأمن والأمان واللي خلانا نعيد هذا العيد بفضله، بفضل دماء الشهداء الأبرار اللي عم بيرووا دم هذا الوطن الغالي. كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم سالمين يا رب، والله يحمينا الجيش العربي السوري. قريتي نبل والزهراء الصامدتين في وجه التنظيمات الإرهابية توجهوا إلى مقابر الشهداء وقرأوا الفاتحة على أرواحهم وأقاموا صلاة العيد، إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة لجأت إلى قصف المدينتين بعشرات القذائف الصاروخية لتخريب بهجة العيد ولمنع الأهالي والأطفال من الخروج إلى الشوارع. نحن الآن في مقبرة الشهداء، هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وبذلوا دماءهم من أجل أن نبقى في أرضنا وأن ننعم بالأمن والأمان، نترحم عليهم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمن والأمان إلى هذا البلد، إنه على كل شيء قدير. نتمنى إن شاء الله بالسنوات القادمة بالأعياد القادمة يكون الأمن والأمان استقر عنا في الوطن، وإن شاء الله بنعاد عليكم بالخير. كل عام وانتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نقوم بزيارة الشهداء الكرام الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذه الأمة، وإننا إن شاء الله بقيادة الجيش العربي السوري سوف نحرر جميع الأراضي السورية. خير وسوريا بخير إن شاء الله، وإن شاء الله النصر قريب،
ولكن العيد ما هو عيد نظامي لأنه قصف مجموعات إرهابية كتير على الزهراء ونبول وصار أضرار كتيرة وما حدا بيطلع من بيوته. في صبيحة يوم العيد، العيد الذي جعله الله عيدا وسلاما للأمة الإسلامية والعرب، نجد أن الإرهابيين الذين بادروا منذ الصباح الباكر بضربهم القذائف على مدينتي نبل والزهراء. أبناء سوريا يثبتون يوما بعد يوم صمودهم بوجه التنظيمات التكفيرية، فرغبتهم بالحياة الكريمة أقوى من الإرهاب. قلوب أبنائها مليئة بالآمال الكبيرة بأن يعود الأمان إلى مدينة درعا وعموم الأراضي السورية، وأن يحتفلوا جميعا بالنصر على الإرهاب. محافظة درعا تعيش أجواء عيد الأضحى المبارك، وفي قلوب أبنائها أمل كبيرة بأن يعود الأمان إلى سوريا وأن يحتفل السوريون في كل بقعة منها بهذه المناسبة المباركة. كما تشاهدين الأطفال طلعت صار فيها في استفادة وعما راح الخوف، زال الخطر، بهمة جيشنا وبهمة شعبنا وصمو الشعب الواقف فرد جيش العرب السوري، بهمة قائد الجيش السيد رئيس بشار الأسد، الحمد لله كل مالها الأمور الأحسن الأفضل، وإن شاء الله إن شاء الله الفرد والنصر قريب لسوريا شعبا وجيشا وقائد. هيدي جاي يكون خالص الأزمة بسوريا ويكون الأوضاع حلوة. يا عم السلام وتهدى الناس، لأنه تعبت البشر هيك، لو تهدى وخلص ما عرفنا شيء ثاني. الله يديمها يا رب، إن شاء الله من نعمة يا رب، وهيك يهدي البال وتهدى الناس. الله يخليكم يا رب، وانتم بألف خير يا رب. منا فرج لبلدنا والله يفرج علينا، وهذا هو عيدنا إن شاء الله. أطفال المدينة ارتسمت على وجوههم البسمة ورافقتهم دعوات الخير لسوريا ولجيشها، فيما أمل كبارها أن يكون عيد الأضحى القادم أكثر أمنا وأن يعود وسوريا هادئة ومستقرة.